السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لكم أبرز المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. أيضا بإمكانكم أن ترسلوا لنا الرسائل عبر تطبيق الواتساب من خلال الرقم المخصص له أيضا الذي يظهر أسفل الشاشة. نبدأ مشاهدينا الكرام من المقاطع المتداولة والفقرة الأولى، حيث كشف تحديد حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني 30 من شهر تموز القادم موعدا لإغلاق معسكرات النزوح، وما يرافق هذا القرار من خطوات متسارعة لتسوية هذا الملف. كشف حجم التخبط وعدم المبالاة بمصير النازحين في ظل عدم إيجاد الظروف الطبيعية والملائمة لعودتهم بحسب مراقبين للشأن العراقي. طبعا لفت مراقبون إلى أن الحكومة تريد التخلص من ملف النزوح بأي شكل من الأشكال، وذلك للتملص بحسب ما ذكروا من التبعات الحقوقية والإنسانية على حساب آمال النازحين بالعودة لديارهم عبر إعادة توطينهم في مناطق أخرى لإكمال مشروعها الذي يصفه مراقبون بالطائفي المتمثل بتغيير ديموغرافية المدن المنكوبة. ففي مخيم بزيبز في عملية الفلوجة بمحافظة الأنبار، والذي يضم سكان مناطق جرف الصخر والعويسات، ناشد نازحون من هناك السلطات الحكومية لإصلاح الأعطال المتكررة في محطات ضخ المياه وإنقاذهم من العطش، وما يترتب على ذلك من معاناة دون أن تبادر الجهات ذات العلاقة للاستماع لشكواهم. دعونا نستمع نحن أيضا إلى مناشدتهم لعل وعسى تصل إلى من يهمه الأمر. إلى محافظ الأنبار وإلى مجلس محافظ الأنبار وإلى عضو مجالس محافظة الأنبار وإلى وزارة الهجرة والمهجرين وإلى أستاذ شاكر وإلى كل واحد يهمه الأمر، وكل واحد في هذه المحافظة اللي يدحجون على أخوانهم النازحين اللي هم في منطقة العويسات وجرف الصخر، عانوا ما عانوا 10 سنوات في مخيمات بزيبل، وأكثر الخدمات هي البسيطة، المي ما موفرين لنا، صار لنا 7 أيام اتربينا وكتلنا الوسط، وجهنا ما تتم العطش، عندنا حلال ما تتم العطش، عندنا شياب تمرضت، وهل هلا بالمروه يا محافظ الانبار، انت جيت منصبك الجديد ونريد من عندك ان تسوي لنا حل المي، كل شيء ما نريد من عندكم غير شغله المي، لان شغله المي اذا قطعت عندنا المي راح نموت، وانتم تجي تموتونا قولوا لنا، احنا اللي من محافظ الانبار يجي بنفسه بشخصيته هو يجي هنا ويتابع هذا الموضوع اللي مال النازحين اللي هم منطقه العويسات وجرف الصخر، يشكل لجنه فوريه على محطه المي اللي هي في منطقه العامريه، نريد من المحافظ والعضو المحافظات اللي وياه كلهم يجون الى منطقه بجابس اللي مخيمات بجابس، المسؤولين ما حايلين بينه، لا محافظ الانبار ولا استاذ شاكر ولا كل واحد، صار لنا 7 أيام اذا مو الخاطر هاي الناس الخاطر الجهال والخاطر المرضى والخاطر الشياب والخاطر من خاطر، عمي اذا انتم ما تريدون نسوي لنا حل، محافظ الانبار مناشده الى خاصه تجي لنا الى مخيمات بجيبل تحلون لنا شغله المي، وهذا كل ما عندنا بالهذا. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل الى خبر اخر، اذ يوجد في العراق اكثر من 400 موقع غير رسمي يضم أكثر من 14,000 عائلة نازحة غير مسجلة من سكان تلك المناطق التي تمنع الميليشيات عودتهم إلى مناطقهم، كما يوجد نحو 1,300,000 مواطن عراقي نازح يعيشون في حالة نزوح دائم في جميع أنحاء البلد حتى نهاية عام 2023، هذا الرقم الذي وثق. طبعا معظم هؤلاء النازحين باتوا في أماكن غير رسمية خارج المخيمات، بينما تشير البيانات الحكومية إلى وجود نحو 35,000 نازح عراقي فقط لا يزالون في مخيمات النزوح في العراق. في غضون ذلك تفاقمت أوضاع عشرات العائلات المهجرة بعد أن افترشت العراء بمحافظة صلاح الدين بسبب طردها من مخيم آشتي للنازحين في مدينة السليمانية من قبل وزارة الهجرة والمهجرين. وتزامنا مع هذه الأخبار تداول مدونون صورا للنازحين بعد منعهم من العودة لمناطق سكنهم الأصلية بعد أن شيدوا خيامهم على جانب الطريق بين الشهابي والعجيلية في الأيام الماضية.
طبعا أيضا أظهرت الصور حال أحد النازحين بعد أن داهمت الأمطار الأخيرة خيمته، وأظهر أيضا ووثق حال أطفاله بعد أن تركوا يواجهون الغرق في خيم بالية. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام هذه اللقطات التي وثقت. وين منصور العواد؟ خليجي دحج. وين الشبعانين؟ وين هم الشبعانين؟ خلي يحسون. بنص المايك، نص المطار، فضنا. حسبي الله ونعم الوكيل، ان شاء الله على كل واحد ما يعرف الله. حسبي الله ونعم الوكيل، ولك راتب من الرعايه ما طلعتوا لي، راتب من الرعايه ما قدرت تطلعوا لي. فضت انا وجهالي، لا اقدر ابنى لي غرفه اقعد بيها انا وجهالي. حسبي الله ونعم الوكيل، ان شاء الله عليكم يا الحكومه، الله ان شاء الله يا رب ياخذ حقي من عندكم. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا شوف كلها سبحة جهالي، خليهم يسبحون. اسبحوا. هاي غراضي، يا مسعدة وبيتك على الشاط. وين الحكومة؟ وين الحكومة؟ عمي مريض، مريض وراتب رعاية ما عندي. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع اكس. لدينا عمار يقول: مؤلم والله هذا الفيديو وهاي المشاهد، تحز بالقلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعليق من علي يقول: الله يساعده ويكون بعونه، ما حد حاس، كل من يقول يا روحي بهالزمن الأغبر والحكومة انساها. أخويا محتارة بالبوق. أحمد يقول: شنو الغاية من بهذلتها العوائل؟ ليش هيش تتعامل معهم وزارة الهجرة؟ أليس هؤلاء مواطنين عراقيين؟ لوليان سنة مستباحة حقوقهم وأرضهم وسياسيهم العارات حايرين بالمناصب. طيب الوزارة من تخرجهم غير كون تشرف على عودتهم لمناطقهم، لو اللجنة التابعة للدولة تخاف من عناصر ميليشيات الدولة. هكذا يقول أحمد. لدينا تعليق من علي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أو حسبنا الله على من سرق قوت الفقراء واليتامى والبسطاء، سكان المخيمات لا حول ولا قوة، والوزيرة الفاسدة العنصرية تعمل على إهانة سكان هذه المخيمات. بحسب علي. لدينا محمود يقول: بقاؤهم في هذا المخيم ومكابدتهم حر الصيف وبرد الشتاء بعيدا عن بيوتهم ومزارعهم هو وصمة عار، أو وصمة عار وخزي في تاريخ الحكومات المتعاقبة. صابر يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نستمع لرأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد العزيز، هذا النازح من أي ناشد؟ نعم. لمن يناشد؟ يناشد، اقول لك يناشد ناس حرامية متساوية على المناصب. ناس ماكو، بيع وشراء صارت المناصب استاذ العزيز. نعم. ادفع هالجد شده صار سوق يسوقون من عنده هذول ماخذ الناس القذره. زين الحلبوسي، انت طلعت الحلبوسي شنو؟ والله حزب تقدم، يا حزب تقدم عمي. وين يتقدم بالبوق ايش يقدم؟ وهذول الناس الحين شنو ذنبهم؟ السؤال اللي يطرحوه الأخوة بالتعليقات واللي انذكر على لسان كثير من المتصلين، أنه الحكومة لما تقدم على غلق المخيمات، طيب أليس من المفترض أن توفر بديلا لهاي العائلات النازحة حتى تعود بشكل آمن وبشكل يناسب متطلبات الحياة البسيطة للإنسان العراقي؟ يرجعوهم وين إذا الميليشيات مسيطرة على مناطقهم وهناك مناطق لا تزال مهدمة؟ يعني أهالي الموصل على سبيل المثال، اللي الجانب الأيمن لا يزال مدمر، جرف الصخر مثال يضرب أيضا، أنه مسيطر عليها الميليشيات. طيب الناس دولة وين يروحون؟ أستاذ العزيز، أنت تقول مسيطر عليها من منو؟ هم هاي أنت من تقول حكومة هاي المن تابع، هاي مو حكومة. شلون عامل خدمة يشتغل مثلا بدائرة حكومية؟ هذول شنو مشتغلون تحت منطقة إيران؟
نعم. ما يزور ايران ما يصير بهذا المنصب، وما ما 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 مو موالي لايران ما يصير خلاص ما ينطوه كل منصب ولا يطلع برا. لعديش يعني يحاولون اذا يعني بالسؤال هم ليش يحاولون يوصلون فكره ان هم دوله يقودون دوله ذات سياده وهم اصحاب قرار مستقل يتخذوه بمعزل عن الاراده الدوليه والتدخلات الدوليه والاقليميه، يعني يريدون يوصلون هاي الفكره او يقنعون بها منه القاصي والداني اليوم بالعراق مثل حضرتك وغيرك كثيرين، يعني يعرفون بشكل يعني يقين انه خلاص العراق تابع لايران والولايات المتحدة. ذول اللي بالعراق على منو يضحكون؟ هذول يضحكون على الناس المستفادين من عندهم، واكو ناس ترى كثيره ماكو من تحكي ماكو راس يحطوا له طابع يطول التهمه ماكو لو داعشي لو حزب بعد راح بعد روح على سجن الحوت هاي التهمه مالته موجوده. نعم. بس يخلي له والخلل وين؟ الخلل في تجيب القضاه لان القاضي ماكو هو تجيب قاضي بس هو مو قاضي ما يعرف الله شنو القضاء كلهم ناس ما يعرفون حق الله ولا يعترفون بالدين. من تحكي وياه يقول لك لا تسولف اسجنك، شنو تسجني؟ ما تسجني هذا. طيب والحل يا ابو عبد الله، الحل يعني المواطن هسه احنا دائما نشخص المشكله ودائما ما تطرح القضايا ومعاناه الناس عبر قناه الرافدين، السؤال هو اليوم اللي بالعراق اللي موجودين بالعراق الحل بالنسبه لهم شنو حتى يرتاحون من هذا الظلم؟ حتى يرتاحون من هذا القهر المستمر، من هاي الدكتاتورية اللي تسير هاي الدولة، النظام الدكتاتوري يعني وصف بصحف دولية وتصنيفات دولية أن العراق بعيد كل البعد عن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، بل بالعكس دي يعيشون العراقيين تحت حكم طواغيت، هكذا صنفت في صحف دولية، يعني الحل شنو؟ زين أستاذ العزيز، هو من يقول دكتاتوري وقبل يقولون حكم صدام حسين دكتاتوري، يا الحكم الديمقراطي من يجيبه؟ نعم. يجيب الميليشيات التابعه لايران؟ إيه جابوا 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 ديمقراطي، جابوا الكريستال والمخدرات وهذا القتل ماكو، يذبح ويمشي وما حد يحاسب وبس اول يومين ماكو، يضج الاعلام فلان انقتل فلان كذا فلان كذا، ورا يومين تصير سكته مثل ما ضربت تركيا يوم ضربت المصيف بدهوك ورا يومين نسيت ان شاء الله راحت. والبارحه اردوغان كان هنا بالعراق، يعني اكو واحد من المسؤولين قدر يقول له مساله المي؟ لا ما يقدر يقول له، لان هاي اخو وثائق هم موقعين عليها من برا من جوي ماخو من زالوا الحكم مال صدام حسين، هذول موقعين على شيء من برا. نعم. العراق اضطراب. تمام. اشكرك سيد ابو عبد الله من صلاح الدين، وصلت الفكره، شكرا جزيلا للمشاركه. دعونا ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. طبعا أثار غرق مستشفيات وشوارع وأحياء سكنية في مناطق عدة من المحافظات العراقية بعد هطول أمطار في اليومين الماضيين أثار موجة غضب بين المواطنين متهمين الحكومة بالفساد والإهمال، لا سيما أن المشهد يتكرر مع كل زخة مطر. ويشهد العراق موجة أمطار غزيرة خلفت كثيرا من الأضرار في عموم المحافظات العراقية، إذ اجتاحت المياه المنازل فضلا عن دوائر ومؤسسات حكومية منها المستشفيات، وتداول ناشطون ومدونون عراقيون مشاهد مستشفى اليرموك وهي تغرق، وهي أحدى المستشفيات الرئيسية في بغداد وهي تغرق، وسط انتقادات ومطالبات بإيجاد حلول فورية لمعالجة هذه المشاكل. طبعا المشاهد اللي راح تشوفوها بعد لحظات أكدت وأظهرت دخول المياه إلى ردهة الطوارئ ومحاصرة المرضى، مضطر الكثير من ذوي المرضى إلى نقلهم إلى مستشفيات أخرى. دعونا نتابع هذه اللقطات مشاهدينا الكرام التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي لغرق قسم الطوارئ في مستشفى اليرموك. مستشفى اليرموك قطعة مجاري. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام. بالرغم من الانتقادات الواسعة
وتكرر غرق المستشفيات، لم تعلق وزارة الصحة على الأمر، وذكرت مصادر في الوزارة أن المياه اجتاحت مستشفيات ومراكز صحية عدة في أكثر من محافظة، وقد تسببت هذه الأمطار بإرباك كبير وأثرت على الحالة الصحية للمرضى. وبينت المصادر أن معظم المستشفيات والمستوصفات في البلد قديمة ومتهالكة، ومستوى الخدمات فيها متراجع بشكل كبير، كما أن عمال الصيانة أو أعمال الصيانة ضعيفة جدا، وهو ما تسبب باجتياح المياه لها. وأظهرت صور من محافظة ميسان غرق طوارئ مستشفى الصدر وسط مدينة العمارة غرقه بمياه الأمطار بالطبع، في مشهد يعكس حجم الإهمال الحكومي للبنية التحتية. دعونا نشاهد. مشاهدينا، طبعا دائما ما تطلق الحكومات المتعاقبة تصريحات ووعود بشأن تأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية الحديثة فيها، إلا أن السمة الأبرز في هذه المشاريع هو التلكؤ في إنجازها وسرقة الأموال المخصصة لها في وقت يتكرر فيه مشهد غرق الشوارع والمؤسسات الحكومية كل عام تقريبا، وذلك بسبب تهالك البنية التحتية الخاصة بشبكات صرف المياه. في هذه الأثناء تساءل ناشطون عراقيون عن مصير المليارات التي قيل إنها صرفت على تأهيل وترميم المستشفيات ومنظومة الصرف الصحي على مدى 21 عاما مضت، بينما تشهد هي بالطبع انهيارا واضحا. وانتقد الناشطون فشل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني التي تطلق على نفسه حكومة الخدمات، فشلها في تطوير البنية التحتية في البلد وسوء الخدمات وعدم تحقيقها أي منجز حقيقي ملموس على أرض الواقع بالرغم من الوعود الكثيرة بالإصلاح. طبعا في ذات السياق أظهرت صور أخرى غرق الردهات الطبية التابعة لمستشفى الزهراء التعليمي في محافظة واسط. هذا الغرق كشفت الموجة المطرية الأخيرة عن حجم الإهمال الكبير للقطاع الصحي في البلد، والذي طبعا أفرز هذه أو حالات الغرق التي شهدناها في مناطق مختلفة من العراق وكذلك في المستشفيات. دعونا نتابع. هذا حال انعاش مستشفى الزهراء، هذا انعاش المرضى هنا يقومون بكامة خور نتابع التعليقات مشاهدينا التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك. خالدة تقول أو خالدة: وزير الصحة يجب إقامة حملة إعمار وترميم للمستشفيات الحكومية لأن وضعها مزري. لدينا تعليق من آمال تقول: المريض بدل ما يجيب تحويل من المستوصف أو كارت مراجعة يجيب ماسحة من بيتهم ويجي للمستشفى. لدينا تعليق من أبو مقتدى العراقي يقول: الحمد لله والشكر على نعمة المطر، كشف المستور والظلم. هكذا يقول أبو مقتدى. مهند يقول: مطر صيف وخرجكم عن الخدمة، شلون بيكم بالشتاء؟ طيب، لدينا تعليق من علي يقول: فقط بالعراق بالصيف المستشفيات تحترق وبالشتاء تغرق. طيب، أبو أثير يقول: ما شاء الله، إذا مستشفى ويخر، والله فضحتونا يا حكومة، والله عيب عليكم، بس مال سرقات وفساد ونهب، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام لدينا في هذه الحلقة. أكدت مصادر برلمانية وجود 22 جهة في السيطرات الأمنية بين المحافظات العراقية تتسبب بإيذاء المواطنين وابتزازهم وتشكل استنزافا أمنيا واقتصاديا في آن واحد.
وقالت المصادر إن هناك سيطرات على الطرق الرئيسة باتت معروفة للرأي العام بأنها كوارث بسبب الجباية غير الشرعية التي تفرضها على الناس، مضيفة أن ملف السيطرات على الطرق الرابطة بين المحافظات العراقية لا سيما مع بغداد خطير جدا بسبب وجود فوضى تتركز في أبعاد متعددة، منها وجود جهات متعددة في السيطرة الواحدة، فضلا عن الجباية غير القانونية والابتزاز الذي يفرض على الناس والذي يقود إلى رفع الأسعار وخلق معاناة لا تنتهي للمواطنين العراقيين وللتجار أيضا. ناهيك عن تأثير هذه الابتزازات على الأمن، وذلك بسبب تأثيرها السلبي عندما تدفع تمر دون تفتيش. هذا أبدى أيضا سائقو سيارات الحمل ونقل البضائع تذمرهم من الجبايات التي تفرض عليهم، ووجه عدد من السائقين مناشدتهم لوزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري من أجل وضع حد للابتزاز الذي يتعرضون له، كما طالب السائقون بوضع أرقام للشكاوى بدلا من الأرقام الحالية التي تسيطر عليها مافيات ترتبط بالضباط المبتزين في تلك السيطرات. شبكة يبتزك الضابط، تذهب لتشتكي، يرد عليك ويجاوبك أو يجيبك من هو على علاقة مباشرة مع هذا الضابط، وبالتالي أنت تدور ضمن حلقة واحدة، حلقة الابتزاز التي تفرض عليك من قبل الضباط الذين يتواجدون في هذه السيطرات. دعونا نستمع لحديث أحد سائقي الشاحنات. مناشدة إلى السيد وزير الداخلية المحترم عبد الأمير الشمري. السيد وزير الداخلية مستوى اشتغلوا الناشدك، أكو ابتزاز بالسيطرات الموجودة ببغداد، مداخل بغداد جميعا بها ابتزاز، محافظة ديالى بها ابتزاز، محافظة كركوك بها ابتزاز، محافظة صلاح الدين بها ابتزاز، ونريدك توجه لنا وإحنا سواق التريلات موجودين نجي يمك نحضر ننقل لك الكلام بما موجود، شنو الموجود بالسيطرة؟ الأرقام اللي حاطينها للشكاوي لا تستجيب ولا أبد، بالعكس اللي خابر ويشتكي تفتر عليه ويرجع يتحاسب وينمنع من السيطرة، يهددونه. نريد أرقام شكاوي فعالة، مو أرقام شكاوي موجود نفسيته اللي يبتز بالسيطرة الموبايل يمه، يعني تخابره تشتكي يمه هو نفسيته يطلع لك يقول لك أنت اشتكيت عليه. هاي نقطة، النقطة الثانية يعني أنا محمل بن سليماني. اضرب سونار بكركوك، اضرب سونار بديالة، اضرب سونار ببغداد، اضرب سونار بالحلة، اضرب سونار بالنجف، ما يصير، لازم تضعون خطة حقيقية وخطة مقبولة، يعني بحيث يضرب سونار واحد اعطيه كارت هذا خاضع للتفتيش كامل، نفس الحمل يطلع به للحلة ما يخضع السونار بعد تفتيش واحد، واكو بعض المداخل لازم يصير بها اكثر من سونار لتخفيف الزخم اللي يحصل وخصوصا بالليل، وشكرا. مشاهدينا الكرام، منذ سنوات الاحتلال الأمريكي للعراق الأولى شهد العراق فوضى كبيرة غيبت اسم الدولة بشكل شبه كامل بعد أن أصبحت الميليشيات تتحكم بالمعابر بين المحافظات العراقية والمنافذ ونقاط التفتيش وتفرض الأتاوات في المناطق التي تسيطر عليها، حتى تحولت إلى واحدة من ظواهر الفساد التي تنخر الوزارات والمؤسسات الحكومية. طبعا مثل ما استمعتوا في الفيديو السابق، يشتكي العديد من سائقي الشاحنات من التعرض للابتزاز المالي المستمر الذي يدفعهم إلى دفع الجزء الأكبر مما يحصلون عليه مقابل نقل البضائع لهذه السيطرات، والتي بالطبع تلحق الضرر بمهنتهم. طبعا هذا الأمر دفع أحد السائقين إلى تمزيق ملابسه بعد أن انفجر غضبا من حالات الابتزاز المالي الذي تفرض عليهم على سائقي الشاحنات من قبل الضباط في السيطرات، في وقت تلتزم فيه الحكومة الصمت وتتهم من قبل السائقين بالتواطؤ مع الضباط المسؤولين على فرض هذه الإتاوات. دعونا نتابع هذا المقطع مشاهدينا الكرام لأحد سائقي الشاحنات كما قلنا الذي عبر عن غضبه بهذه الطريقة التي مزق فيها ثيابه. أنا سائق سيارة 75,000 من خانقين البغداد، حلو؟ والحسين هاي يوميتك اضربها يومين يومين يلا وصل السياره زين، وسايق الملاش يعطيني 75 زين، اصرف 50 من اول ما احمل اجي كل سيطره 5 بخانقين اطلع 20 اربع سيطرات، والله اربع سيطرات يبكي السياره اطلع 20، اجي بالسعاده اطلع 10 اضرب برنا الماق ما اتحمل السر واصل للكعبه عابر للقبان زين، اجي اطلع 10,000 وطب ايش صفالي؟ صفالي 15,000، الله اكبر
15 في يومين طالع. الله أكبر. طيب ننتقل إلى المشكلة ربما الأكبر ضمن السيطرات، وهي سيطرة الصقور. تحولت هذه السيطرة التي تقع في مدخل بغداد من جهة محافظة الأنبار، تحولت من نقطة أمنية إلى محطة لاستنزاف المواطن العراقي وسائقي الشاحنات بشكل أخص، وذلك بسبب التأخير الحاصل بهذه السيطرة وباقي السيطرات، والذي يستمر أحيانا لمدة يومين متتاليين، حيث قرر سائقو الشاحنات في عموم العراق تنظيم إضراب عن العمل يوم 15 من أيار القادم، في محاولة للضغط على الحكومة ووزارة الداخلية لإيجاد حل جذري وتخفيف الإجراءات وتقليص عدد السيطرات، فضلا عن متابعة من يفرضون الإتاوات. دعونا نستمع للدعوة التي وجهها أحد السائقين لرفاقه من بقية سائقي الشاحنات بشأن هذا الإضراب المتوقع تنظيمه يوم 15 من أيار. جاي تشوفون تردون ما تسوون إضراب؟ والله 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 مو شريف اللي يطلع يوم 15/5، والله مو شريف اللي يطلع على باب الله يوم 15/5. عمي خلنا نسوي حل. الله شاهد الله شاهد الله شاهد، من الساعة ب 11 الظهر ولحد الآن هسه حاليا الساعة بالخمسة وبعدني ما عابر. جاي تشوفون الوضعية لو لا؟ هسه أنا حاليا مسيطرة الصقور، شوف الوضعية يعني إلى متى؟ وهاي بعد وبعد وهاي هيك جارة وراي، هاي عودان أبو صهريج. زين كيف ما أبو السايلو أبو القلاب غيره 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 من هناك جاي يفترون، وكلها طابقة هناك واقفة. عمي يوم 15/5 اضراب اضراب اضراب. نتابع الآن مشاهدين التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. مرتضى يقول: والله أحسن خطوة جبارة، لأن سواق التريلات محاربين وبشدة وغير منصوفين وغير منصوفي الحقوق من قبل الحكومة، لذلك نتمنى من الكل المشاركة في الإضراب، وذلك لإنصاف تلك الشريحة الكادحة للقمة العيش بشرف وعرق جبين. كان الله في عونكم. عندنا تعليق من مهدي يقول: يجب إنصاف السواق ووضع أرقام تليفونات بكل السيطرات لغرض الشكاوى على العناصر اللي تأخذ رشوة وتأخر السيارات وتغلق السيطرات بكيفها وقت ما تشاء. تعليق من دهام يقول: واجب على الجميع كل المحافظات يوم 15/5 إضراب عام في الأنبار وغير الأنبار، وقفة رجولية، وهو يوم كرامة، يوم كرامة السواق، لأن وصلت للعظم وكافي تخاذل يوم واحد. تعليق لدينا من حجي حميد يقول: نرجو من جميع المحافظات الالتزام بالإضراب العام، وهذا من صالح العراقيين كافة، لأنه ما ظلت قيمة للأسواق ولا للسواق عفوا ولا لسياراتهم، سونارات الطرق تعبانة، تحويلات ضيم، التزموا حتى يصير إلى حل وشكرا. تعليق من أيمن يقول: أهم فقرة تسوون نقابة أو مجموعة كل محافظة يمثلها شخص حتى تكونون على كلمة واحدة، ماكو داعي. سعد يقول: نتمنى من الجميع المشاركة في الإضراب العام حتى نستعيد حقوقنا التي سلبت من سيطرات العهر. هذه السيطرات وجدت لخدمة الفاسدين الذين يرتادون صالات القمار والنوادي الليلية، علينا أن نتكاتف ونكون أو علينا أن نتكاتف ونكون يدا واحدة. سيد عبد الرزاق من باب المعنى، طبعا أنا بس كان التعليق على أحد الإخوة بشأن تنظيم نقابات وما نقابات. تعرف يعني في العراق هناك من يستغل هذه الفرص، هناك من يحاول أن يضرب هذه التنظيمات، ولذلك أن تكون كما حدث في التظاهرات السابقة تظاهرات عفوية بدون قيادات أفضل للجميع، ولذلك الإضراب بدون هذه التنظيمات يعني أعتقد يعني أنه أفضل حفاظا على أرواح هؤلاء سائقي الشاحنات. تعليقك بالبداية على قضية الإضراب، هل تؤيد هذه الفكرة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، بالنسبة لأي
أي عملية سواء أضراب، مظاهرات، احتجاجات، هاي مرحب بها، لكنه نتمنى أن تكون منظمة عن طريق قيادات. أما إذا فوضى وهرج مرج، هاي ما راح تخدم المواطن. أنا ما أريد يطلع لي مظاهرات أو احتجاجات ويقطع لي الشوارع أو يعني يحرق تايرات، هذه تأثيرها بالدرجة الأساس على المواطن. فإحنا بأي بس يعني بس أي بس على فكرة هذا هذا مكفول بالقوانين الدولية. عملية حرق الإطارات وقطع الشوارع هذه مكفولة ضمن الدستور، ضمن القوانين الدولية، يعني القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل للإنسان أن يقوم بحرق الإطارات وقطع الشوارع كنوع من أنواع الاحتجاج، يعني هذا مو أمر مخالف للقانون. أستاذ محمد، نعم، إحنا اليوم ما شاء الله البيئة مالتنا بلا حسد، يعني بيئة نظيفة، هي ما محتاجة تحرق تاير، هي البيئة ملوثة. واليوم أنت جاي تشوف الأمراض الخبيثة منتشرة، يعني إحنا يعني ذيك الدول نتخلي صحيح منظم القانون مالته هذه يهيئوا لهم فاليوم احنا ما يحتاج يعني حركة البيئة مالتنا ملوثة يا استاذ. يعني بعيدا عن هاي الجزئية احنا بدنا نطلع عن الموضوع، يعني على فكرة قضية البيئة وما بيئة، يعني انا بس اعترض يمكن على الفكرة انه انت من مبدأ الحفاظ على الجو والحفاظ على البيئة يعني تفضل انه لا يتم حرق الاطارات وغيرها، لكن احنا هسه بدنا نطلع عن الموضوع. الموضوع الرئيسي هو اكو ابتزاز بالسيطرات الامنيه دا تجبر سائقي الشاحنات على دفع الاتاوات، على دفع الاموال للعبور. هاي الفلوس اللي دا تندفع يا سيد عبد الرزاق دا ترفع عليك انت كمواطن تجلس في بيتك عندك وظيفه مدنيه، ربما دا ترفع عليك اسعار المواد الغذائيه، دا ترفع عليك اسعار المشتقات النفطيه، دا ترفع عليك اسعار ثانيه. ليش؟ لانه انت لما تفرض جباية على سائق الشاحنة اللي ينقل بضاعة دي يضطر التاجر يرفع من السعر حتى يغطي الضرر اللي وقع عليه نتيجة الإتاوة اللي فرضت عليه، وبالتالي يرتفع السعر عليك أنت. هي شبكة، حلقة متكاملة. الناس تريد تضرب يوم 15/5، تعليقك ورأيك، هل أنت مع هذا الإضراب أم ضده؟ أستاذ محمد، نعم. بالنسبة للإضراب أنا ما أعرف الوقت فترة اللي محددينها، بس حسب ما سمعت من خلال البرنامج يوم 15 احنا نرحب اي حالة يعني تصلح حال الحكومة وتخدم المواطن. احنا يعني قلبا وقالبا مع هذه الحالة، لكنه انا بالوقت اللي في مرة من المرات يعني ذميت وزير الداخلية، اليوم ارجع امدحه على الخطوات اللي يعني فعلها بمنطقة البتاوين. منطقة البتاوين تنعكس على السيطرات. منطقة البتاوين منطقة يعني دخلت بها قوة وأحزاب، ويعني صارت يعني منطقة يعني شغل غير صالحة للسكن. فأنا كنت أتابع يعني لقاء معاون شرطة بغداد، قال هذه كلها مدعومة من الأحزاب، يعني هذه اللي النفايات اللي وجدوها بمنطقة البتاوين هاي من يعني هواي أمور يعني بعيدة عن الواقع العراقي أستاذ محمد، هاي مدعومة من الأحزاب، يعني المخدرات وغيرها وغيرها، هاي كلها مدعومة من الأحزاب تنعكس على السيطرات. السيطرات يا أستاذ محمد مدعومة من الأحزاب. إحنا اليوم للأسف الشديد ما عندنا حكومة صاحبة القرار وصاحبة السلطة اللي تسيطر على السيطرات. يعني أنت ما شاء الله جاي تسمع بالمسميات مالتها سيطرة الصقور، هاي مو سيطرة الصقور، هاي سيطرة حرامية، هذه تسرق. هي هاي هذه هي المشكلة سيد عبد الرزاق. يعني عندنا مثل، عندنا مثل يقول أستاذ محمد، عندنا مثل يقول للأسف الشديد انطبق واقعا على الحالة العراقية. مع احترام يجلل السامع، يقول يتعب ابو كزمه ياكل ابو كلاش، يعني هذا مع احترام للمستمع. شوف هذا خطير. يعني انا بس اريد اقول تعليق سيد عبد الرزاق، تسمعني؟ المنطقه اللي صار ويا منطقه البتاويين هي منطقه موبوءه صراحه، يعني وسمعتها سيئه لاسباب كثيره مثل ما تفضلت، تجاره المخدرات وامور اخرى موجوده فيها. لكن السيطرات الامنيه الموجوده في العراق يشرف عليها ويديرها ضباط وعناصر أمنية وجهات أمنية تابعة ومرتبطة مباشرة
بالقائد العام للقوات المسلحة. الأمر أنت لما تقول أن أنت دتشن كوزارة الداخلية حملة أمنية ضد منطقة البتاوين واللي دي يصير بيها لتنظيفها، يجب أيضا أن تكون هناك حملة لتنظيف وزارة الداخلية من الداخل ووزارة الدفاع من الداخل وهذه الميليشيات التي ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. عندها حينها ممكن أن نقول بأن وزارة الداخلية والدفاع يعني تعمل بشكل صحيح وتستحق الثناء والشكر، لكن أن أنت تعمل في مكان وتتجاهل فساد ضباطك ومنتسبيك في مكان آخر أنت يعني منافق، يعني أنت كوزير وكوزارة لا تقوم بعملك بالشكل المطلوب. أستاذ محمد، نعم، اليوم الأحزاب والميليشيات هي صاحبة السلطة وصاحبة السطوة. يعني قبل كم يوم مناسبة لتأسيس حزب اللي هي العصائر، أنت شفت القيادات الأمنية كلها حاضرة. أنت من هاي وقيس يعني لما يعني كتلة ميليشياوية تتأسس القيادات بما فيها القائد العام للقوات المسلحة يحضر لحضور هاي الحفلة مال تأسيس الكتلة الميليشياوية. فيا أخي إحنا نقول نبدأ ما يخالف نحيي وزير الدفاع، نحيي وزير الداخلية بالخطوات صحية بطيئة وهذه، لكنه نتمنى أن يعني نكون الوزارات مالتهم من الناس المسيئين والناس المفسدين اللي لهم تأثير يعني سلبي على المواطن. يعني السيطرات احنا نتمنى من وزير الداخلية أن ينظف السيطرات هذه اللي جاي تسلب قوة المواطن. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. وطبعا خطر العنصر الأمني كضابط أو منتسب على المواطن يمكن يكون أكبر من خطر تاجر المخدرات أو زعيم العصابة على المواطن، لأنه أنت تتكلم عن جهة دورها الأساسي ووجودها أصلا في سبيل خدمة الناس وحمايتهم. لما هو يكون اليد التي تضرب المواطن واليد التي تبتز العالم وتسرق المال العراقي، تأخذ المال من جيب المواطن العراقي البسيط، أنت تتكلم عن خطر أكبر، لأنه هذا يتستر خلف الرتبة العسكرية، يتستر خلف السلطة التي منحت له من قبل الدولة. يعني أنت تتكلم عن واحد محمي قانونيا، هو الذي يفرض عليك الإتاوات، هو الذي يعاملك كما يعاملك تاجر المخدرات أو زعيم العصابة. هاي المشكلة. ننتقل إلى الملف الأخير بالفقرة الأولى مشاهدين الكرام، اللي انصاد الضوء فيه على الإهمال الحكومي لقطاع التربية والتعليم ومعاناة الطلبة خلال توجههم إلى المدارس بسبب انهيار البنية التحتية، حيث ناشد أهالي منطقة إقصيبة الثانية قرب السيد ماجد أبو سدرة التابعة لمركز مدينة العمارة في محافظة ميسان، ناشدوا الجهات الحكومية لتوفير جسر مشاة كونهم يعانون من صعوبات في عبور طلبتهم لنهر دجلة خلال توجههم إلى المدرسة في زوارق. نعم، في زوارق، في ظل صعوبات كثيرة بسبب الأمطار اللي تشهدها المحافظات العراقية. خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام من محافظة ميسان. مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا. لا يقتصر الحال على منطقة إقصيبة الثانية في محافظة ميسان، حيث ينتقل
المئات من طلبة منطقة السعيدة التابعة لقضاء المجر الكبير في محافظة ميسان أيضا بواسطة المشحوف، نوع من أنواع القوارب النهرية، ينتقلون بواسطة المشحوف إلى مدارسهم في مشهد من مشاهد عدم اكتراث الحكومة بأرواح الطلبة الذين يتعرضون لمخاطر الغرق دون أن توفر الحكومة حلولا بديلة تجنبهم ذلك. دعونا نشاهد. بر لها مشحوفنا بر لها المطور يسبق المشي المطور كيفين ما اخذنا الفرع واليوم صيدتنا طيور كيفين ما اخذنا الفرع واليوم صيدتنا طيور ها ها بر لها ها ها بر لها. تابع التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذين المقطعين. راضي يقول: والله العظيم عايشين مأساة من العبرة للمدرسة خصوصا في فصل الشتاء، نرجو من التربية بالموافقة على بناء مدرسة لمنطقة السعيدة مقابل مدرسة الجرير الريفية في السعيدة. لدينا تعليق من عماد يقول: لما تصير كارثة بالطلاب يلا تطلع الحكومة تبرر. تعليق لدينا من علاء يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، صدق كارثة، شنو ذنبهم هذول الطلبة بالبرد والحر والمطر، شلون يعبرون؟ لدينا تعليق من وصال تقول: لا إله إلا الله، هذه مجازفة بأرواح الطلبة كأنهم يعيشون في العصور الحجرية، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من سرق خيرات البلد ودمر أهلها. لدينا تعليق من منذر يقول: هسه يطلع وزير التربية ويقول الحل سهل، علموا أولادكم السباحة وبعد ما حد يغرق، ويطلعون مجموعة يطبلوا له ويهوسوا له وهيك ماشي الأمور. آخر تعليق لدينا مهند العراقي يقول: هسه الحكومة يجففون النهر ويقطعون المي حتى الطلبة يعبرون براحتهم بدون خطورة، هي هاي الطريقة المتبعة من قبل الحكومة بحل المشاكل والأزمات، من يريدون يحلون مشكلة يخلقون مشكلة ثانية على حساب المشكلة الأولى، وهكذا وعلى هالرنة طحينك ناعم. طيب لدينا فقرة ثانية مشاهدينا الكرام، هي فقرة الانفوغرافيك. حذر صحفيون عراقيون من تصاعد الانتهاكات التي تطالهم خلال عملهم اليومي نتيجة النهج العدواني المتبع لدى حكومات ما بعد الاحتلال المتعاقبة والميليشيات تجاه حرية التعبير عن الرأي. وأكد الصحفيون بمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة في 3 أيار الجاري على أنه لا يمكن المقارنة بين حرية الصحافة في العراق برفاقه في العالم أو برفاق الصحفيين بالعالم، بدليل أن النظام الحاكم يحاول شرعنة القوانين التي تضمن مواد مقيدة للحريات ووضع العراقيل أمام التعبير عن الرأي، وذلك لتقمع بشكل جاد حرية الرأي والصحافة والتعبير في العراق. وطبعا هذا الحق هو حق التعبير عن الرأي يكفل الدستور والقوانين المتعلقة بحرية الصحافة في العراق، وهو حق الحصول على المعلومة. دعونا نتابع مشاهدينا الانفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. We'll be right back.
بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.